وسط الحياة كانوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في أخبار على الطريق، تأتي معكم فيها شيماء عبد اللطيف. غرفة عمليات بالحكومة استعدادا للخامس والعشرين من يناير والتعامل بحسم مع المخربين. قالت مصادر إن الحكومة تستعد اليوم لليوم الخامس والعشرين من يناير بغرفة عمليات مركزية لمتابعة المستمرة والتواصل المستمر مع المحافظين والوزراء والجهات المعنية، لافتا إلى أن أي خروج عن القانون أو أي محاولات لإثارة الشغب والعنف سيتم التعامل معها بكل قوة وحسن. مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موعدها دون تأخير. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تأخير مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة كنتيجة لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية. وأكد المتحدث الرسمي في بيان للمجلس اليوم أن مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير الجاري وفبراير القادم سيتم صرفها في موعدها دون تأخير. مصر تطالب ببدء المفاوضات السورية بين الحكومة والمعارضة في موعدها. أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أهمية بدء المفاوضات السورية في جنيف تحت إشراف ورعاية المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان في الموعد المتفق عليه والمنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254. الرئيس الصيني يتوجه لمطار الأقصر لمغادرة مصر لاستكمال جولته بالشرق الأوسط. توجه الرئيس الصيني برفقة قيادات الحكومة الصينية ومحافظ الأقصر محمد سيد بدر من فندق سونستا إلى مطار الأقصر الدولي لمغادرة البلاد لاستكمال جولته في الشرق الأوسط تجديدا للأمن مكثف وتحليق طائرات الهليكوبتر بسماء المحافظة لتأمين موكب الرئيس الصيني. توقيع استثمارات خيالية خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر. عدة أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية التي دامت أكثر من 60 عاما، إضافة إلى إبرام نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة. أود أن أعبر عن تقدير مصر واعتزازها بمدى الإنجاز البارز الذي تم تحقيقه مع دولة الصين الصديقة في زمن قياسي لتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والعسكري إلى مستويات غير مسبوقة.
توصلنا إلى توقيع 15 مشروعا في مجالات مختلفة تشمل الكهرباء والمواصلات والبنى التحتية، ومن المتوقع أن تبلغ الاستمارات الإجمالية لهذه المشروعات 15 مليار دولار أمريكي. الاتفاقيات شملت أيضا عددا من المشروعات المتعلقة بتطوير شبكات الكهرباء والتعاون في مجال الطيران المدني، علاوة على مذكرة تفاهم بشأن تنمية محور قناة السويس، حيث تستهدف الصين جذب ما يقرب من 100 شركة إلى مصر حال انتهاء المرحلة الثانية لهذا المشروع. ما تم توقيعه اليوم يفوق كل ما تم توقيعه بين مصر والصين خلال 60 عاما. الصين استثمرت خلال 60 عاما في مصر 481 مليون دولار فقط. الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر سوف تصل إلى حوالي 33 مليار دولار، وبالتالي هذه نقلة كبيرة جدا في العلاقات بين مصر والصين. وتمثل القاهرة أهمية عند بكين كبوابة استراتيجية للدخول إلى السوق الاقتصادية الإفريقية، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وهي مبادرة صينية تسعى لتعزيز التعاون والانفتاح الاقتصادي نحو دول القارة الإفريقية. لن تقتصر مجالات التعاون بين مصر والصين. النائب العام يتابع سير التحقيقات والمعاينة في حادث انفجار الهرم. يتابع النائب العام المستشار نبيل صادق سير التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في حادث انفجار الهرم، وانتهت النيابة من المعاينة التي كشفت عن أن الانفجار تسبب في انهيار الجدار الخارجي لشقة سكنية بالطابق الرابع في العقار الذي شهد الواقعة، وهي ذات الشقة التي كانت تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة. وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير الهولندي إمكانية تنفيذ مشروعات جديدة. استقبلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مساء أمس سفيرة هولندا بالقاهرة، حيث تم استعراض أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تنمية علاقات التعاون في مرحلة مقبلة. نبيل العربي يتوجه للبحرين للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي الهندي. غادر مطار القاهرة اليوم الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية متوجها إلى الإمارات في طريقه إلى البحرين في زيارة تستغرق 3 أيام ضمن جولة تشمل الإمارات، حيث يشارك خلالها في فعاليات المنتدى العربي الهندي الذي يبدأ غدا السبت بالبحرين لدعم التعاون العربي الهندي. الإخوان يهددون بإقامة الحد على كل من يقف أمامهم يوم 25 من يناير. وصلت جامعة الإخوان تحريضها على العنف ضد المصريين، محاولة منها فرض وصاية على الشعب المصري، حيث هددت حركة محسوبة على جماعة الإخوان بتنفيذ ما أسمته بحدود الله على كل من يعارضها في الشارع يوم 25 من يناير، سواء مدنيين أو ضباط شرطة. البايس المشاريع المصرية الصينية بمصر قوة جديدة للتنمية الاقتصادية. قال الرئيس الصيني أن مصر والصين اتفقتا على إقامة 15 مشروعا في قطاعات الطاقة والمواصلات باستثمارات تبلغ 13 مليار يورو. ووفقا لصحيفة البايس الإسبانية، فإن الصين قدمت مساعدات كبيرة لمصر لزيادة نفوذها في المنطقة، خاصة وأن زيارة الرئيس الصيني تهدف في الأساس للتوسط لحل الأزمة القائمة بين المملكة العربية السعودية وإيران. الخارجية الروسية، موسكو والقاهرة اتفقتا على تأسيس جبهة لمحاربة الإرهاب. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ومصر اتفقتا على تشكيل جبهة مشتركة لمحاربة الإرهاب
طبقا لقوانين الدولية وقوانين الأمم المتحدة. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها مساء أمس أن نائب وزير الخارجية الروسية ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط اتفق مع أسامة المجدوب نائب وزير الخارجية المصري خلال اللقاء بينهما على أهمية تأسيس جبهة مشتركة لمحاربة الإرهاب. وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية للسجناء بمناسبة عيد الشرطة وذكرى الثورة. قرر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية منح جميع النزلاء السجون زيارة استثنائية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير حتى يوم الخميس الموافق 25 فبراير، على أن لا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء. شركة صينية تنفذ مدينة تحاكي ديزني لاند على 600 فدان بالعاصمة الإدارية. وقع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة شركة MCC الصينية مذكرة تفاهم تتولى من خلالها الشركة الصينية أعمال تصميم وتمويل وتنفيذ المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة. التموين التعاقد على شراء 235,000 طن قمح والاحتياطي يكفي حتى أوائل مايو. تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 235,000 طن قمح روسي وفرنسي وروماني من خلال المناقصة العالمية التي عقدتها بسعر 189 دولارا و17 سنتا لكل طن، على أن يبدأ التوريد من يوم 20 من شهر فبراير المقبل ولمدة 10 أيام. الخارجية مصر تبدأ التحضير لمؤتمر دولي لإعادة إعمار ليبيا. قال مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار أسامة المجدوب إن مصر تحضر حاليا لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار ليبيا عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي تم الإعلان عنها مؤخرا وتنتظر الاعتماد من قبل مجلس النواب الليبي. الداخلية تقتحم مزارع الكيف وتحرق 120 فدان شجرة مخدرات بجنوب سيناء. اقتحمت قوات الأمن مزارع المخدرات في الجبال وصحراء جنوب سيناء حيث تم حرق 120 ألف شجرة لمواد مخدرة والقبض على المتهمين المشرفين على زراعة هذه المواد المخدرة. وأكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام استمرار هذه الحملات بالتنسيق مع مكافحة المخدرات ومديريات الأمن المختلفة. نظر طلب رد هيئة المحكمة في استشكال إسلام بحيري على حبسه عام غدا. تنظر الدائرة رقم 46 مدني غدا السبت والمنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار عبد الحميد أمين طلب الرد المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيري لهيئة المحكمة التي تنظر استشكال موكله لوقف تنفيذ حكمه بحبسه سنة في اتهامه بإصدار دين الإسلامي. 59 قرية بأسوان تنضم لنظام معاشات كرامة وتكافل. أكد عامر الحناوي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دروة بمحافظة أسوان في تصريحات له على أنه تم اعتماد قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي بضم 59 قرية بالمحافظة لنظام معاشات كرامة وتكافل وذلك بداية من أول الشهر القادم. الكهرباء محطة الضخ والتخزين بطاقة سد عالي جديد وتشغيلها خلال 7 سنوات.
أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه سيتم تشغيل محطة الضخ والتخزين بطاقة بقدر 2100 ميجاوات، والتي تعد بمثابة سد عالي جديد خلال 7 سنوات. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن محطة الضخ والتخزين ستوفر 2100 ميجاوات في أوقات الذروة، وستكون بمثابة سد عالي صناعي جديد لأنها تقوم بتخزين المياه نهارا وتولد الطاقة ليلا. الصحة 2 مليون جنيها سنويا لعلاج مرضى الهيموفيليا على نفقة الدولة. أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أنه سيتم زيادة الأكواد المالية والعلاجية لمرضى الهيموفيليا في برامج العلاج على نفقة الدولة قريبا للتخفيف من الأعباء المالية على المرضى. وقال المصدر في تصريحاته أن هناك تعاون مع وزارة الصحة والاتحاد العالمي للهيموفيليا لتوفير 2 مليون دولارا سنويا خلال 5 سنوات لعلاج مرضى الهيموفيليا. قوات حماية المواطنين تنتشر بميدان ربعة قبل الاحتفال بالذكرى 25 من يناير. انتشرت منذ قليل قوات الأمن وقوات حماية المواطنين في ميدان ربعة العدوية في إطار خطة تأمين المنشآت العامة والحيوية وحماية المواطنين. يأتي ذلك قبل الاحتفال بالذكرى 5 لثورة 25 من يناير، وذلك وفق توجيهات القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة. رجال المفرقعات بأسوان يفحصون جسما غريبا بجوار كنيسة العذراء بأسوان. تمكن منذ قليل رجال الحماية المدنية والمفرقعات بأسوان من فحص جسم غريب بجوار كنيسة العذراء مريم بمدينة أسوان، وتلقت إدارة الحماية المدنية بأسوان بلغا تبين أنه سلبي فويض بوجود جسم غريب، وهرعت على الفور قوة أمنية وتم فحص المنطقة وعمل كردون أمني، وتبين عدم وجود أي متفجرات، وتم إخطار الجهات المختصة بسلبية البلاغ. بعد حالة الانفلات الأمني أعمال نهب وسلب بأحد المولات التجارية بتونس. تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور لأعمال سرقة ونهب لأحد المولات التجارية الكبرى في أحد أحياء تونس، لم يتم تسميتها على خلفية أعمال الشغب التي خلفتها مظاهرات بدأت منذ 5 أيام من قبل الشعب التونسي احتجاجا على البطالة. أبو مازن يجدد دعوته لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تأكيده على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أبو مازن بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط. واطلع الرئيس أبو مازن المبعوث النرويجي خلال اللقاء على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية. مخاوف روسية من استيلاء الإرهابيين في سوريا على منظومة الدفاع الجوي سام 6. أعلنت وسائل الإعلام الروسية أن الإرهابيين في منطقة دير الزرو قاموا بالاستيلاء على منظومة الدفاع الجوي السورية سام 6 والملقبة بكوادرات، حيث أن هذا الأمر سيسبب العديد من المشاكل للطيران الروسي فوق سوريا. مسؤول عراقي تفجير داعش لأقدم دير مسيحي بالموصل عمل وحشي. أدان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي تدمير منظمة داعش الإرهابية لأقدم دير مسيحي في الموصل
بمحافظة شمال غربي العراق، وقال إن عصابات التنظيم أزالت معالم الدير بالكامل وخالفت جميع الأديان السماوية والأعراف الإنسانية بأعمالها الوحشية التكفيرية. اليابان ترفع العقوبات عن إيران بعد الاتفاق النووي. أعلن وزير الخارجية اليابانية اليوم رفع العقوبات التي كانت قد فرضت على إيران، وذلك بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن طهران التزمت بالإجراءات التي وعدت بها بموجب الاتفاق التي تم التوصل إليه في شهر يوليو من العام الماضي. رئيس وزراء فرنسا: حالة الطوارئ مستمرة حتى نتخلص من تنظيم داعش. قال رئيس الوزراء الفرنسي اليوم في لقاء صحفي أن نية شديدة للإبقاء على قانون الطوارئ لفترة طويلة، بحيث لا يتحدد بوقت وإنما يتعلق بالحالة الأمنية والتي لن تتحسن سوى بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى أعمال إرهابية أخيرة، حسبما جاء في موقع 20 مينيت الفرنسي. الاستيلاء على طائرة تجسس تابعة لحزب العمال الكردستاني. استولت قوات الأمن التركية على طائرة بدون طيار في مستودع تابع لمنظمة حزب العمال الكردستاني في بلدة سلوبي، ويعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمتها كمساعدة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، ومنه انتقلت إلى أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني. جون كيري يدعو لزيادة المساعدات المقدمة للأمم المتحدة للاجئين بنسبة 30%. دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم إلى زيادة المساعدات الدولية المقدمة للأمم المتحدة والمخصصة للاجئين هذه السنة بنسبة 30% للمساهمة في حل أزمة اللاجئين. ودعا كيري في خطابه أمام منتدى دافوس في سويسرا إلى زيادة نسبة 30% في المساهمات في تمويل البرامج الإنسانية للأمم المتحدة. أما عن أخبار الرياضة، هاني رمزي مرشح لمنصب المدرب العام في جهاز الأهلي الجديد. اقترح محمود طاهر رئيس النادي الأهلي تولي هاني رمزي المدير الفني السابق لإنبي منصب المدير العام في الجهاز الفني الجديد للأحمر في حالة إسناد المسؤولية لمدرب أجنبي كبير. موعد مباراة مصر ونيجيريا في كرة اليد اليوم. يخوض منتخب مصر لكرة اليد في 7 مساء ثاني مبارياته في المجموعة الأولى أمام نيجيريا باستاد القاهرة في البطولة التي تستضيفها مصر. كانت منتخب مصر قد فاز في المباراة الأولى أمام الجزائر أمس بنتيجة 22-18 في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 22 بمصر. الجبلاية تخطر الزمالك بغرامة كوفي. تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة لإخطاره بالشكوى المقدمة ضد البوركيني محمد كوفي مدافع الأبيض من وكيل أعماله السابق سمير سيد. حقائق عن موقعة بايرن ميونخ وهامبورغ قبل مواجهة الليلة. تعود عجلة بطولة الدوري الألماني للدوران مرة أخرى الليلة في تمام 9:30 مساء بمواجهة بايرن ميونخ مع هامبورغ ضمن مباريات الجولة 17 من منافسات البطولة، بعدما تصدر الفريق البافاري المسابقة برصيد 46 نقطة بفارق 8 نقاط مع بروسيا دورتموند. باريس سان جيرمان يعرض 100 مليون يورو لضم ليفاندوفسكي.
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في دفع 90 إلى 100 مليون يورو للتعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. نيمار يرفض خيانة برشلونية. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في دفع 190 مليون يورو للتعاقد مع البريزالي نيمار دي سيلفيا من برشلونة قبل 29 من يناير الجاري لبناء فريق جديد. أما عن الأخبار الفنية، بعد توقف التصوير يومين محمد رمضان يستكمل الأسطورة في وسط البلد. يستأنف الفنان محمد رمضان تصوير أحداث مسلسله الجديد الأسطورة والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل اليوم بشوارع وسط البلد، وذلك بعد توقف التصوير على مدار يومي الأربعاء والخميس وتجمع المشاهد بين رمضان والفنانة الصاعدة ياسمين صبري والفنان عماد زيادة الذي يجسد دور رئيس مباحث. زينة تعتذر عن المشاركة في فيلم قمر من بعيد. اعتذرت النجمة زينة عن المشاركة في فيلم قمر من بعيد، وذلك بسبب انشغالها بمسلسلها الرمضاني الجديد التي تحاضر له حاليا مع المؤلف محمد صلاح العزب والمنتج محمود شميس والمخرج عادل أديب. غادة عبد الرازق تودع اللي اختشوا ماتوا استعدادا لدخول الخنكة. تتابع النجمة غادة عبد الرازق عمليات المونتاج والمكساج لفيلمها الجديد الاختشوا ماتوا، حيث تحرص على زيارة المخرج إسماعيل فاروق في وحدات المونتاج لمشاهدة بعض مشاهدها بالعمل التي انتهت بالفعل من تصويره للعرض خلال موسم شم النسيم. الأرصاد تحذر طقس غير مستقر غدا وأمطار على القاهرة والمحافظات. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة على الوجه البحري وخفيفة على القاهرة حتى شمال الصعيد. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تكون قد انتهت نشرتنا الإخبارية، على أمل اللقاء بكم، دمتم في رعاية الله وأمنه. في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح، أصل المسيح هو الحياة هو الطريق.